قامت طائرة العدوان الصهيوني بالضرب ب17 غارة على الأعيان المدنية في هذه المحافظة، وهي لمحاولة إثناء الشعب اليمني العظيم عن موقفه وكسر إرادته، موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، الداعم للمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. سنستمر في هذا الموقف، في موقف الثبات والصمود والدعم للمقاومة الفلسطينية الباسلة. بعدما حصل أمس من إعادة استهداف لمؤسسة مواني البحر الأحمر لميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، وكذلك استهداف محطات الكهرباء في المحافظة، ولكن بفضل الله وبفضل جهود أبناء المؤسسة تم امتصاص الأضرار قدر المستطاع والقيام باستئناف العمل. وكما تلاحظون هذه السفن أمامكم سفن الحاويات تقوم بعملها بشكل طبيعي، وكذلك سفن البضائع العامة.